السلام عليكم الزول فلاون، مرحبا بكم في صفحتكم وقناتكم قناة أثاث الثقة. أثاث الثقة دائما راهي تجيب لكم في المتطلبات تاعكم. دومون بيتو منا لي صالون تاع 5 بلاس، رانا جبنا لكم لو صالون اندو. لو صالون اندو اللي كان متوفر ديجا كيما راكم تلاحظوا، راهو فيه دو فوتاي تاع اون بلاس اون بون كاتا 3 بلاس، حاجة ما شاء الله. فيه تصميم اللي بزاف شباب خاوتنا كيما نقولوا سامبل ايبو. قبل ما نبداو الفيديو تاعنا خاوتنا، ما تنساوش تشتركوا معنا في قناتنا في اليوتيوب وصفحتنا في الفيسبوك وحسابنا في الانستغرام. خاوتنا نبداو على بركه الله بالطروا بلاس. كيما راكم تشوفوا لا فينيسيون في الظهر حاجه ما شاء الله، ظهر تاعو راهو انكليني شويه خاوتنا هكا باش يضمن لكم القاعده المريحه كي تريحوا فيه. القاعده راهي بدي طنوت خاوتنا، ما عندها القاعده راهي مريحه بزاف 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 خاوتنا. كيما راكم تشوفوا نقربوا باش تشوفوا لا فينيسيون تاع التيسي خاوتنا. هذا التيسي اللي راهو بالانتيطاج، معناتها اي بقعه غير باللانجات وتتمسح. اما بالنسبه لي زاكودوار خاوتنا كيما راكم تشوفوا من الكوتي ليبي ومن الفوق خاوتنا راهم كامل بالادر. اما بالنسبه للهيكل الداخلي خاوتنا، هذا الهيكل الداخلي تاعو ثاني راهو اومبوا ادر. كيما راكم تلاحظوا كاين غير المطله اللي راح تلقاوها في القاعده وفي الظهر خاوتنا، اما الباقي كامل راهو اونادر. وثاني خاوتنا كيما راكم تشوفوا طروا بلاص تاعو واسع، حاب يقول يقدروا يقعدوا فيه حتى الاربع اشخاص ونورمال خاوتنا. اما لا فينيسيون اللي شفتوها من قدام خاوتنا كذلك راح تشوفوها من لور في التيسي هذا اللي بزاف ما شاء الله خاوتنا. ننتقلوا دوكا اللي فوتاي تاع الاون بلاس تاعو خاوتنا. درنا لكم جولي فوتاي تاع الاون بلاس، كيما راكم تشوفوا التصميم تاعهم يشبه للطروا بلاس حاجه ما شاء الله. القاده تاعو راها بدي طرونت، وثاني راهو مخدوم كامل بالاتر خاوتنا، مع داك الكركاس تاعو الثاني راهي بالاتر، والهيكل الخارجي كذلك بالاتر خاوتنا. كيما راكم تشوفوا التصميم تاع ظهر ولا فينيسيون كيما الطروا بلاس خاوتنا. القاده تاعو راهي بدي طرونت حاجه ما شاء الله، وفيها هذوك لي زوج لي زاكودوار هكا باش ضمن لكم الراحه اللي تستهلوها محبي اثاث الثقه. مام لا فينيسيون في الظهر خاوتنا كيما شفتوها في طروا بلاس وفي الاون بلاس من قدام راح تشوفوها كذلك من اللور خاوتنا. خاوتنا ما تنساوش اذا عجبكم هذا لو صالون تخلونا ارائكم في التعليقات، رانا نقراوهم كامل وراح نجاوبوا عليهم كامل ان شاء الله. اما السعر تاعو خاوتنا راهو 9 ملايين و800 مع النقل ل 58 ولايه. اللي عجبو هذا الصالون ولا حاب يستفسر اكثر ما عليه غير بالاتصال بالارقام اللي راهم اسفل الشاشه. انا ما بقى لي غير نقول لكم شكرا لكم على مشاهده الفيديو، نلتقي في فيديو اخر ان شاء الله.